ايوه. صباح الفل يا هاني، المكوه. شكرا. ما تخطيش، ارجع 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 لغايه ما اجيب لك الفلوس. مجيده، معكيش 5 جنيه عشان ادفع المكوه؟ حتى لو معايا مش هديك، امشي. فار فار يا ست هانم، فار فار. ايه لمحته معدي كبير كده ما شاء الله. فار ايه دولك لمحته ودخل البيت؟ يعني هو في الصاله دلوقتي؟ هو اللي جابه معاه في جيبه. انا عارفه انت بتجيب الفلان تحطهم في جيوباتك وترميهم في البيوتات. جيوباتي وبحطهم في البيوتات ليه؟ بيشيلوا لي الشنط ولا بيشيلوا لي الشماعات؟ انا بالنسبه لي مش عايز مكوه تاني، لاست اوردر. هو في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ فار في ايه؟ في فار. يا أيها الليل الطويل ألنجلي. أرندلي إيه بس يا دهون؟ طب هو دلوقتي الليل عمل لك إيه علشان تشتمه؟ ها؟ يعني افرض دلوقتي حطك في دماغه وما طلع لناش نهار. ولا أنت مالك أنت؟ أنت بتتكلم ليه بيني وبين الليل؟ دي حاجة خاصة بيني وبين الليل، بتتدخل فيها ليه؟ الليل عمره ما يزعل مني يعني. ألو؟ ايه رانيا؟ ايه 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 مال؟ مالك في ايه؟ ايه ايه ايه؟ شش، في ايه يا رانيا؟ فار. وفار بقى صغير ولا فار كبير؟ كمان صغير يا رانيا. الرعب اللي انتوا عاملينه ده كله عشان فار صغير دخل البيت ازاي اساسا؟ ما تقلقيش بالليل بقى اما ارجع ان شاء الله بقى اموتلك الفار ده. اجي دلوقتي يا رانيا؟ ما انا عندي. حاضر هاجي دلوقتي يا ست. حاضر. دولا، انت بجد هتصطاد الفار ده؟ طبعا يا ابني، انت ما تعرفنيش، انا ياما اصطدت زواحف. الزواحف يعني الديناصورات وكده؟ هون ديناصورات يا ابني. الديناصورات دي انقرضت يعني، خلصت من مصر كلها يعني، ما فيش ديناصورات. ده كان زمان. انا لو الديناصورات ليها اهل لسه لغايه دلوقتي كنت موت اي ديناصور عادي يعني. لا يا دولا، لسه ما خلصتش يا عم، ده لسه واخدين فيلم جنينه الديناصورات بطوله. لا يا ابني، الثانيه جنينه الحيوانات. هم اساسا الديناصورات بيعيشوا في جنينه الحيوانات. اصلهم من الجيزه يعني؟ من الجيزه يعني، البطايه مطلعينها من الجيزه، بس عملوا مشاكل بقى مع ملك الغابه. ملك الغابة؟ ما تقول القرد يا عم من غير ألقاب. ملك الغابة هو القرد. انت بتحن دايما لجنسك كده طول الوقت يعني. المهم انا هتكل على الله دلوقتي اروح اصطاد الفار ده بقى. دولا والنبي، دولا انا عايزك، عايزك تاخدني معايا يا دولا والنبي. ها، اختك معايا فين يا لو انا رايح اتفسح ياض؟ يا دولا عشان خاطر نفسي اتعرف على الفار ده يا دولا. فار؟ قول وانت مش عارف الفار ياض؟ امال اللي بيجروا في المخزن طول الوقت وبيطلعوا فوق مناخيرك وانت نايم دول ايه؟ لا يا راجل. دول فراق. انت يخرب بيتك، انت كنت بتتعامل معاهم ان هم ناموس. عادل، انا مش عارفه تعرف تنام ازاي. يا رانيا في ايه يا رانيا؟ ايه المشكله في حته فار يعني؟ يا ما دقت على الراس فران يعني. وبعدين لعلمك انا كنت عضو ناشط جدا في فريق الكشافه، فنمنا بقى في صحارى وفي جبال وفي غابات، ومش بس فران. قابلنا حيوانات مفترسه وياما اتصرفنا معاها يعني، اخف ان ايام من فار. يعني انا انام في حماك يعني؟ طبعا نامي في حمايه وما تقلقيش خالص يعني، انت في امان يا ماما وانت جنبي. هو يقدر يهوب ناحيه هنا؟ هو اكيد طبعا عارف ان انا يعني جيت له، فعشان كده هتلاقيه لم شنطته وخد جبنته واتكل على الله. نامي. احس بالامان معاك يا عادل لثباتك وقدرتك على المراوغه. ماشي، نامي. فار مش على ايدي، مش على ايدي. يا ماما دي ايدي. انت بتدافع عنه؟ ما تخليش حبك لتوم اند جيري يتغلب على حبك لابوك يا ياسمين. ايه يا عادل، في ايه يا حبيبي؟ في ايه؟ فار يا موكوس، وكنت عامل لي فيها احمد السقا في افريكانو. ده انا ما حصلتش احمد عيد في افريكانو برضه. يا جماعه يا جماعه يا جماعه يا
جماعه دي ايدي ايدك ايه ايدك جايه تحت السرير مش معقول بقى كده يا عادل مش معقول الرعب اللي احنا عايشين فيه ده يا بيبي ماليش دعوه انت لازم تتصرف في الفار ده هنموت يا بيبي ما تقلقوش يا جماعه ما تقلقوش يانا الفار ده في البيت ده ان شاء الله همسكه وهعلقه من ديله قدام الباب بتاع ام ميرفت عشان اخليه عبره لكل الزواحف والحشرات معايا ركز معايا افتح ايدك افتح ايدك لسه ما انا مش مر... احتياطي احتياطي هنا ده المنظور الافقي والراسي بتاع الشقه اللي احنا فيها ماشي دي الشقه يعني دي الشقه طب احنا فين يا دول في الصاله ادي الصاله اهو كده اهو ادي التلات اوض وادي الحمام ماشي احنا فين انت عايز تشوف نفسك هنا على الخريطه يلا انا بشرح لك الخريطه وركز معايا عشان الفار يلا ركز معايا طب البازار فين البازار مش موجود هنا الشقه فيها بازار لا يبقى خلاص ما تسالش ماشي. تسمع بس ماشي يا دلوقتي الفار اكيد دارس مخارج ومداخل الشقه كويس قوي يا معلم وبعدين دخل على الشقه واختار اوضه وكن فيها يا دول انت من الصبح يا عم على عمال تكلمني على فار وانت اصلا راسم ارنب الارنب اللي انتوا في بالكم اللي انتوا بتاكلوها بتبقى شبه ده ايوه دول انا امي دايما كانت تقول لي انزل المخزن يلا رمزي هات لنا ارنبين علشان نعمل ملوخيه بالانارب بالانارب ما ممكن تبقى انارب غير الارانب يا غبي اكيد طبعا بعد ما كنتوا بتاكلوا ملوخيه كانت القطط بتلم عليكم يا دول احنا ما كناش بنلحق ناكل يعني احنا يا دوبك هناكل كده وان القطط بقى بينونوه ويقوموا هاجمين على الملوخيه ام انارب ديان ياخدوا الانارب ويسيبوا لنا الرز مش عارف ليه دول يمكن الرز مثلا بيعمل لهم تخمه ولا حاجه والقطط عامله رجيم ولا عموما الارنب اللي عندكم في البلد شبه الفار اللي عندنا هنا في مصر فاحنا عايزين نصطاد الفار ده هنجيب كميه مصايد مرعبه رهيبه ونشتري جبنه ونحط بقى ايه الجبنه جوه المصايد اتفقنا اتفقنا دول وبعدين انا هبقى نايم جوه في الاوضه اول ما المصياده تصطاد انا عارف عامل لي اشاره على طول ايوه عارف ادول الاشاره انا عارف اقوم غمز لك كده غمز لي كده هي دي الاشاره وانا نايم جوه وهسمعك هسمعك ازاي يا غبي صح ادول خلاص ادول انا هصفر لك لما انت لو صفرت لي ما انا ممكن اصحى خلاص اغمز لي بس بصوت دلوقتي يا جماعه انا جماعكم عشان اقول لكم ان في حظر تجوال ممنوع اي واحده فيكم تخرج من اوضتها لغايه اما نقضي على هذا الفار المنقرض المتوغل في داخل الشقه يا سلام طب وقفوا ده احنا عايزين نروح الحمام لا ممنوع اي واحده تخرج من اوضتها يا جماعه انا مش مسؤول عن اي واحده تخرج وتوصل للصاله مش مسؤول عن تامينها وهل فتره الطوارئ سوف تستمر دهرا فتره الطوارئ انا ممكن اقول لكم في الاول ان هي مش هتستمر لكن الواقع والنتيجه واللي حصل اثبت انها بتستمر عادي جدا مش مهم المهم ان احنا نخلص منه طب وطلباتنا لا قالوا عايزين اي طلبات هنجيبها منين يا استاذ اي حد عايز اي حاجه انا المسؤول عنها اديكوا تمويني يكفيكوا 3 ايام بحيث ما فيش واحده فيكوا تخرج من اوضتها هل ممكن ابات عند ام ميرفت في الفتره دي نوي يا حماتي لان ده يبقى اسمه هروب من المعركه لا ما اسموش هروب اسمه لجوء سياسي مؤقت وده برضو مرفوض يا ماما دوله طب وانا دول اعمل ايه انت هتفضل مرمي هنا لغايه اما اقول لك اي جديد ليه يا دوله يا عم ادي الفار لصياده يا دوله جيب له جبنه يا عم جيب له جبنه يا ابي هو انت هتصطاده ولا عزمه على الغدا بقول لك ايه بطلي نفسنا على الفار عايزه تاكل الجبنه بتاعت الفار ولا ايه يلا يا جماعه كل واحده هتتكل على الله وتخش في مخبأها لغايه اما اقول لكم على الجديد راح فين يا دول وايه اللي راح فين هو ما جاش اساسا انا بهزر يلا ايه ده فات 6 ساعات ورمزي ما ادانيش الاشاره ولا يكون الدهاني مثلا وانا ما سمعتش غمزه عينه انا مستيقظه طوال الساعات اللي فاتت دي كلها وسمعت اصوات المصايد مصيده تلو الاخرى مصيده تلو الاخرى يعني في اكتر من فار ولا ايه اما اقوم اشوف الغبي ده عمل ايه ولا رمز ايه دول ايه مسكت الفار دول الفار ايه اللي مسكناه اللي انت عامله ده وحطيت لي مصياده في صدرك الفار بيلعب في عبك ولا ايه يالا دول والله ما الفار ما جاشي ما جاشي
امال انت طول الليل اساسا بتعمل ايه؟ ده انا كويس ان انا صحيت لك دلوقتي. فين الفار يا؟ والله ما اكلته دوله. ما اكلتش الفار؟ امال ايه الحواسه بتاعت الجبنه اللي حواليك دي؟ كلت كمان الجبن من اللي كانت موجوده في المصايد؟ ده انا كنت عامل حساب اللي يفضل منها اعمله سندوتشات لياسمين. ما اكلتش حاجه يا دوله بقى، بطل تظلمني بقى. اظلمك ايه يالا؟ امال الجبنه دي جت منين؟ الفار هو بقى اكلك غصب عنك يعني؟ معلش بقى دوله، اصل انا بصراحه جوعت يعني امبارح. ماشي ماشي ماشي، بتاكل الجبنه اللي جوه المصياده. ماشي، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ماشي، انا هتصرف بقى، احط في الجبنه سم. سم دوله؟ والسم دون يعني هيغير طعم الجبنه؟ لا مش هيغيرها خالص، انا اعمل لك سم كمان بالكاتشب، ويبقى مصائد قوم عند قوم فوائده. يا دولا انت قاعد كده هون، ولا انت على بالك كده هون يا دولا؟ وفي فار غريب في البيت بتاعك وسط الستات بتوعك يا دولا؟ انت ايه، خلاص الرجوله بتاعتك ما بتطرقعش عليك؟ ما بتبص ولا هقوم اطرقعك على وشك. فار ايه يا دي اللي اخاف على الحريم منه يا دول؟ الفار هيبص الحريم؟ الفار يبص لسندوتشات الحريم، يبص لحته الجبنه محطوطه في المصياده؟ ها ما دولا، طب انت دلوقتي رحت اتفاهمت معاه بالحسنى؟ ما رضيش يفهم يا عم، خلاص بقى سيبه في البيت. اسيبه في البيت؟ لا، مش عادل سعيد اللي استسلم. انا بس مجرد ان انا يعني بلم قوتي عشان اعمل خطتي واضرب ضربتي بكل قوتي. ماشي ماشي ماشي. في يلا اعلان ان هو في الجورنال بيقول اقتلوا فرانكو وريحوا بالكو. اقتلوا فرانكو؟ لا يا دولة، دي شركة اجرام يا دولة دلوقتي، وهتدخل نفسك في سيم وجين لو البوليس شم خبر. بوليس ايه يلا اللي يشم هو في بوليس للحيوانات يلا يا اهبل؟ امال ايه يا دولة؟ يلا مفيش كلام من ده، يعني انا لو ذبحت فرخه مثلا هاخد فيها اعدام؟ طبعا يا دولة، مش رفعت سلاح في وش فرخه؟ يا دي عبيط يا دي عبيط، لو في بوليس للحيوان كان زماني بلغت عنك انت، كانوا حبسوك بقى ايه في قفص كده زي القرود عشان تبقوا مع بعضيكوا يعني. عموما انا هتصل بالشركه دي واخليهم بقى ايه يجيبوا لي الفار ده، انا عايزهم يجيبوا لي الفار ده حي عشان انتقم منه بنفسي. معاك مندوب شركة اقتل فرانكو ورايحوا بالكو، في البداية محتاج منك شوية بيانات. أهلا وسهلا، اتفضل اتفضل حضرتك، ده أنا مستنيك من بدري. بالنسبة للبيانات، أنا اسمي عادل سعيد متزوج. لا لا لا، أنا عايز شوية بيانات عن الفار، يعني داخل إمتى؟ عنده كام سنة؟ حضرتك يعني أنا ما لحقتش أتعرف بيه لأنه بيجري بسرعة جدا. لا، الفار ده انطوائي مش اجتماعي. حضرتك طبعا واضح ان انت اجتماعي يعني غير الفار خالص، بدليل انك دخلت وقعدت. اهلا وسهلا، ارجوك خلينا نشوف شغلنا. اتفضل حضرتك اتفضل. ايه ده؟ ايه حضرتك؟ ايه؟ معقول؟ ايه؟ الفار ده ذكي، عامل اجهزه تشويش. اجهزه تشويش؟ لحق يخش ويزرع اجهزه تشويش؟ خلينا في الجد، العمليه دي هتكلفك 2000 جنيه، 1000 عربون و1000 لما اسلمك رقبه الفار. ايه؟ 2000 جنيه عشان اطلع فار من البيت؟ حضرتك ده انا اعزل في بيت ما فيهوش فيران ارخص يعني. لا، ما انا هدي لك ضمان سنه ان الفار ما يدخلش عندك جوه تاني. يا سلام، وهيخش لي جوه تاني ازاي اذا كنت حضرتك هتكون قتلته؟ بص بقى حضرتك، انا عايز الفار يفضل جوه وانت اطلع بره. معقول كده يا عادل بقى؟ مش معقول، احنا ازهقنا خالص خالص خالص، لا عارفين ننزل ولا عارفين نخرج ولا عارفين نتمشى ولا عارفين حتى ننزل من على الكنبه اللي احنا قاعدين فيها، ومش عارفين نعزم الصحابات بتوعنا، وفاتنا نميمات كتير. صحابات ايه اللي انت عايزه تعزميهم؟ انا مش عارف جو النادي اللي انت عايشانا فيه ده يا حماتي. احنا دلوقتي بقينا كلنا في الوحل. بيبي انت لازم تاخد موقف حد معاه، لانك اديته كذا فرصه وهو اللي ضيعها. انا اعمل له ايه؟ هو مش مديني فرصه. ماما يا ماما يا ماما. معلش معلش، طب هو شفته مش مديني فرصه ان انا امسكه. جدك وامك كان يعفى الفار من هنا ويلعب بيه كوره هو واصحابه. يا ماما، انا الكوره مش من هواياتي عموما يعني، وبعدين كل واحد ليه مدرسه في اصطياد الفيران. انا مدرستي مش عارف مدرستي، بس ان شاء الله مدرسه جديده وانا افرجكم. ايه رايك يا بابا ان احنا نفرج الفار ده على توم وجيري فيخافوا يجري؟ اوعوا حد يفرج الفار على توم وجيري. اولا توم وجيري، جيري ده هو الفار، وتوم ده لعلمك غلبان جدا، ده الفار هو اللي معذبه. لو احنا فرجناه بقى على توم وجيري هيفتري ومحدش يعرف يخرجه من البيت. طب بصي يا ابي،
هو الفار كده كده مع الوقت هيخرج لوحده، لانه يا حرام ولا بيتفسح ولا بيروش. يا سلام، يتفسح ويروش؟ بتتكلمي على ابن خالتك؟ ده فار يا ماما، فار. وبعدين الفار ده لعلمك اهله صعايده، لا بيروش ولا بيخرج ولا كلام من ده. بس انتوا بس ايه، ساعدوني على ما انا انفذ الخطه. ان شاء الله رمزي هيجي دلوقتي وهنخلص على الفار ده. ايوه ثانيه واحده. ايوه خلاص 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 خلاص، ده انا خبطت في المصيده يعني، ما حصلش حاجه الحمد لله. بقى انا هنشي من البيت ده بقى. خلاص خلاص، ما تقلقوش، انا هحل المشكله وكله هيتحل ان شاء الله دلوقتي حالا، ما تقلقوش. دولا حبيبي، خش خش، مش وقت دلوقتي عناوين. ايه يا دولا، صوتكوا جايب اخر الشارع يا عم، في ايه الفرق؟ ايه اخباره؟ طمني. انت جاي تطمن على ابن اختك عامل اللي وز؟ موجود يا سيدي عندنا في الشقه، بس احنا خلاص هنتخلص منه. يلا يا رمزي ما تقلقش. الفار راح فين؟ دخل الاوضه ولا رمزي؟ نعم دولا، ولا على الاوضه دي. يلا بقى يلا، انا وشي موجه كده وبقول لك ورايا على الاوضه. رايح فين كده؟ خش دي الاقرب. يلا بقى يلا 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 يلا. انا اسف يا دولا، انا اسف يا دولا. اسف بموتنا انا، هلا بتموتنا انا. دخل اوضتنا ولا رمزي؟ نعم دولا ولا رمزي؟ نعم دولا، انا هنا دولا اهو ورايا على اوضتنا. هلا تعال 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 اوضتنا، وبقول لك ورايا. انا اسف انا اسف. تعال امشي امشي قدامي. يلا يا عادل يلا يا عادل يلا يا ولد ولا يا ولد ولا يا ولد ولا يا ولد ولا يا ولد. انا اسف يا دولا انا اسف يا دولا. اسف ايه اللي بيطلع الفار عند وشي؟ بتضرب على وشي؟ انا بتضرب على وشي؟ ما خدتش بالي يا دولا. بس بقى بابا بابا، انا داخل المطبخ يا بابا. داخل المطبخ؟ ده بيستهبل ده ولا ايه؟ ورايا يلا يا رمز على المطبخ. يا دولا تعالى. يلا يا عادل يلا يا عادل يلا يا عادل يلا يا عادل يلا يا عادل. انا اسف يا دولا انا اسف يا دولا. اعمل ايه؟ ليه الفيران مش عايزه تسيبنا في حالنا؟ ليه دايما في صراع بين الفيران وبين البني ادمين؟ ليه الفيران ما يسيبوش البني ادمين يعيشوا مع بعضهم في سلام؟ وليه البني ادمين ما يسيبوش الفيران يعيشوا مع نفسهم بسلام؟ ليه الصراع الازلي ما بين الفيران والبني ادمين، مع ان الكره الارضيه تقدر تستوعب الفيران وتستوعب البني ادمين؟ ليه البني ادمين ما يسيبوش الفيران حتى حته جبنه في اي مصياده والمصياده ما تتقفلش عليهم؟ حرام عليكم يا فيران، حرام عليكم. هنعمل لكم ايه زياده عن اللي احنا بنعمله؟ دعوة للتعايش. ايوه طبعا، بشكركم على التحية، بشكركم على التحية. بس تفتكروا الفار اتأثر؟ ده كل. معلش يا دولا انا اسف. سامحني يا دولا انا اسف. ولا عمري هسامحك ابدا. تبقى شايف الفار ماشي من قدامك تغمز له كده بعينك عشان يلف من وراه وتضربني؟ ماشي يا رمزي ماشي. يا دولا بقى ما تظلمنيش بقى يا دولا، والله العظيم انا ما غمزتلوش الا مره واحده بس يا دولا. يعني غمزتله؟ يا دولا انا اسف. على فكره بقى، انا سامح حكايتكم الصبح ودواكوا عند يا باشا. ايه عندك ميكروكور مشاش بدل الكلكع اللي على دماغي دي؟ لا عندي حمدي بوسي. حمدي بوسي ده ايه، مضاد حيوي؟ لا بقى، ده باشا صائد الفئران رقم واحد، تصطاد الشهر اللي فات 2500 فار. الفئران كده تسمع اسمه وتترقب منه رمزي. هو ده بقى استاذ عادل المخلص. طيب الحقني بتليفونه قبل ما رقبتي تضيع والنبي. عينيا يا باشا. طب حضرتك انا مش فاهم، يعني انت ان شاء الله تاخد الفار اللي عندنا وتجيب لنا بداله نمر ولا ايه؟ لا حضرتك خالص، انا هخلي القطط بتاعتي انا تلعبهولك كده على الشناكل حضرتك، تلعبهولك وبعدين انا هضرب هقولك ان احنا مشكلتنا الحقيقيه مع النمور.
يعني كده كده هنموت يلا باين علينا ولا ايه؟ والبقى انا عايز اقول لحضرتك القط ده هو اللي هيجيب لك راس الفار. لو سمحت يعني يا استاذ بسبس نوى حضرتك انا مش عايز يعني القط يموت الفار لان انا عايز الفار كده على الكلمتين على استنفرارات. استنفرارات ايه العلاقه اللي بينك وبين الفار؟ بتتفق مع الفار عليا يا ده رمزي؟ لا يا دول انا بس هكلمه وعاتبه عتاب الكلب للندله عشان انا ما كنتش متفق معاه على كده. دول كنت متفق معاه ان انا بس اهربه مش ياذكش. مش ياذكش. اقعد يلا اقعد يلا مش عايز اسمع صوتك يا ضعف. ماشي بقى حضرتك هتعمل ايه تاني يعني؟ عموما القط هيضربه ضربه مخبرين تدروخه بس حضرتك ها بس ما تعلمش في جسمه. يا سلام انا طول عمري اسمع عن الكلب البوليسي عمري ما سمعت عن القط البوليسي ابدا يعني. لا لا حضرتك هتشوف دلوقتي. يلا يا بستك يلا يا بستك يا هجام بستك بستك اهجمي عليهم. معلش يا معلم بوس يعني هزقناك معانا صراحه النهارده. لا لا حضرتك مفيش تهزيق ولا اي حاجه انا حضرتك اللي فاشل واستاهل. طيب حضرتك معاك مواصلاتك ولا هتركب قطه من دول وانت مروح يعني؟ وانت رايح السيرك هتعمل ايه؟ لا لا حضرتك سيرك ايه بقى وبتاع ايه حضرتك زمان الامور شمت خبر والقرود اساسا مستنيني على غلطه يا استاذ. مستنيين لك على غلطه؟ ده انت علاقتك وحشه جدا مع كل حيوانات السيرك بقى على كده. ايوه يا استاذ للاسف استاذن انا بقى. السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم. اتفضل مع السلامه يا سيدي. سلم لنا على الحيوانات كلها. حاضر يا استاذ حاضر. اتفضل حضرتك. مساء الفل يا باشا. ايه؟ المكوى يا باشا. المكوى؟ يعني انت اوعى مني اوعى اوعى. في ايه يا باشا؟ الظاهر في فار في البيت دخل في البنطلون بس الظاهر داخل يهزر. ولا رمزي عرفنا الفار فين؟ امسكوا يلا هات هات بسرعه بسرعه دوله بسرعه دوله بسرعه بسرعه يا باشا. برستيج يا باشا.